الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. المسألة الثالثة هي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ومن شروط لا إله إلا الله تقدم معنا الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف أو تردد ليس موحد. فالكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يهود أو نصارى بلغتهم الدعوة، الذين في الزمن عليه الصلاة والسلام الذين في الزمن الآن ولم يدخلوا في الدين فهم كفار، حتى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إذن دين باطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه ماله، يعني الذي لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه ولا ماله. إذن لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قاله الله سبحانه وتعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. إذن لابد في شهادة الإخلاص، وقلنا هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك في الكفر بما يعبد من دون الله أو توقف، قال أنا متوقف في هذه المسألة، أو تردد، قال هذا ليس موحد. وقال الإمام محمد عبد الوهاب: فيها من مسألة من أعظمها وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم، وهذا قال من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ولابد أن تبرأ من الشرك وأهله، وهذا تقدم معنا بالقلب واللسان والجوارح، ولا تصحح ما هم عليه، بل لابد تعتقد أن ما هم عليه كفر وضلال. نعم.